في محافظة أربيل مسؤولين على تنظيف في محافظة أربيل. الحمد لله هذا الموجة اللي ضرب كردستان العراق كان أخف موجة من محافظة دروك. نعم. وتقريبا بدأت الأمطار وبدأت السيول من وراء الظهر من ساعة واحدة ظهرا إلى ساعة ستة، والحصيلة النهائية مثلا عندنا الحمد لله مثلا عندنا أي ضرر إنساني، فقط هنالك تقريبا من 30 إلى 40 بيوت داخل بها المياه الأمطار. وهسه إحنا هسه كل الكوادر البلدية مشغولين بتنظيف البيوت وتنظيف الأسواق اللي داخل بها مي. نعم سيدي شير، بعد كل زخات مطرية قوية أو سيول ضخمة تحدث يكون هنالك خسائر بشرية ومادية، والبعض يتساءل فيما إذا كان الخلل اليوم في البنى التحتية أم هي نتاج لربما حالة طبيعية؟ هو حالة دولية، يعني مثل ما يقولون هو التطرف المناخي اللي صايرة لجميع الكرة الأرضية. شفنا هذا السيول وهذا الأمطار بكل الدول، ويعني شفناها همين بالدول المتقدمة وأكثر متقدمة وأكثر عندها بنى تحتية قوية عندها يصير وأكثر من هذا. فأنا أشوف هذا الأشياء اللي يحصل وهذه الزخات الأمطار القوية شيء طبيعي، ولولا اتخاذ إجراءات اللازمة والإجراءات المطلقة من قبل البلدية ومن قبل الدفاع المدني ومن قبل جميع كوادر الحكومية لكان ضررها أكثر، وكان نعم. ضرر الإنساني أكثر وضرر المادي أكثر. وهذا ما نود الحديث عنه سيد السيار، كيف يتم التعامل مع مثل هكذا كوارث طبيعية من ناحية الضحايا كما قلنا البشرية والمادية، سواء من الناحية الاستباقية أو فيما بعد حصول هذه الكوارث؟ هو ست أول شيء لازم يكون أكثر وأكثر شيء يعني المهم بهاي القضية هو الوعي الإنساني لهذا الولا وشلون يعني يتصرفون بهاي بهيجي مواقف. فيعني مع الأسف لو كان هنالك وعي أكثر لهاي القضايا وكانوا يلتزمون بالإرشادات اللي يطلعها البلدية والدفاع المدني لكان الضرر أخف وكان الضرر أقل أكيد هم إنسانيا وهم ماديا. لكن الحمد لله ومع هذا كان يعني إحنا من بداية شهر 9 من قبل ما يجي فصل الشتاء أخذنا إجراءات اللازمة لفتح المجاري، تنظيف المجاري، تنظيف البواري المجاري، تنظيف السهول الطبيعية اللي يجي أطراف المدن، وهذا كلها أثرت على تخفيف الموجات اللي يجي وتخفيف شدة الأمطار اللي يجي. نعم كنت معنا مدير دائرة الخدمات وحماية البيئة شير محمد، شكرا جزيلا لك.